120 بلدية مشاركة في اجتماع تم عقده من قبل الجمعية العمومية للاتحاد العام لمجالس المصالحة ببلديات ليبيا في رحبات على أمل الخروج بمخرجات تدعو لرأب الصدع ولم الشمل. نلتقي اليوم لنوحد كلمة الاتحاد ومجالس المصالحة في كل بلديات ليبيا، لأن من كل بلدية في عضو يمثل كل بلدية، وهؤلاء جميعا هم الاتحاد العام لمجالس المصالحة لبلدية ليبيا، والهدف منا هو توحيد مجالس المصالحة الموجود بكل مسمياته في ليبيا في جسم واحد، وهو الاتحاد العام لمجالس المصالحة ببلديات ليبيا. المشاركة اعتذر عنها بعض الحكماء لظروف حالت دون حضورهم تمثلت في معوقات عدة من ناحية بعد المسافة وظروف جائحة كورونا، ونوقش في الاجتماع ميثاق شرف المجلس وإيصال صوتهم إلى المجتمع الدولي والتعبير عن رغبة الشعب الليبي في توحيد الصفوف ولم الشمل وإنهاء حالة الانقسام.